يعقوب جابر جهاد من سوهاج، اصلا من جرجه يعني تبع محافظه سوهاج. بدايه المعرفه بالمهندس رامي كانت عن طريق الشركه الالمانيه، كان باشمهندس محمد هناك، محمد هاشم. الراجل بكلمه قال لي لا في حد ممكن يعلمك الوان السايل، بالاخص ان انا كنت طالب ابسون ما كنتش طالب اتش دي، يعني قلت كبدايه يعني شايف المكنه مستقره وكويسه. فالراجل اداني الرقم بتاع الباشمهندس رامي حداد وكلموني بصراحه هو يعني. وقلت اتواصل مع راجل بصراحه يعني راجل محترم جدا. من اول ما كلمته قال لي لو انت عايز تكمل في المجال اللي انت يعني حابب تتعلمه يبقى انت عايش انت عايز تتعلمه. قلت له اه طبعا ما اي حد عايز يتعلم حاجه فطبيعي يعني انك انت عايز تكمل فيها مش عايز تشتغل فيها وتسيبها. فالراجل يعني اداني العنوان بتاعه واتواصلت معاه لغايه ما جيت هنا في الاكاديميه. بصراحه انا شغال في المهنه من قبل كورس الابسون، انا ليا 20 سنه في مهنه الطباعه، اشتغلت في ليزر واشتغلت في موديلات كتير من زمان، في الشارب طبعا الشارب الموديلات القديمه، بعد كده دخلت في الكانون، اخر حاجه كانت الكيوسيرا. لا يعني التدريب حلو يعني انك انت تتعامل مع الحاجه دي بايدك احسن من اي حاجه ثانيه. وبعد كده في ناس محترمه معانا اللي دربنا الباشمهندس عماد، راجل محترم جدا ما سيبناش بصراحه، اي حاجه عايز تفهمها بيوصلها لك، من اقل مسمار لغايه اكبر مسمار فيها بيعرفك ده مكانه فين وفين حته بالظبط في المكنه. فاللي دارس غير اللي داخل في المهنه كده من غير ما يدرسها، فهو اللي دارس ده هيديك كل حاجه، هيديك اي حاجه انت عايز تفهمها بدراسه بلغه المكنه نفسها، مش مثلا اقول لك دي مثلا دي كذا وهي مش هي اصلا اللي انت حاططها في دماغك، فبيديك المسمى الطبيعي للمكنه. لا النتيجه كويسه الحمد لله، احنا كبدايه حلوه خالص ان احنا عرفنا نتعامل مع الحاجه دي اللي هي السايل. وهي فكره السايل عامه ان هي واحد اذا كانت اتش بي او ويب سايت مش مختلفه، بس هي انا حبيت ان انا اشتغل في حاجه تريح العميل وما تتعبوش.